قنبلة كهرومغناطيسية تدمر الحياة، اغتيالات، هجوم شامل، والجميع يترقب كيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران؟ هل يكون محسوباً في إطار المناوشات المتبادلة؟ أم يشعل انفجاراً في المنطقة بكاملها؟ العودة إلى العصر الحجري، أول السيناريوهات المحتملة التي تتردد في القنوات الإسرائيلية، إذ يهددون بإعادة إيران إلى العصر الحجري عبر استخدام القنبلة الكهرومغناطيسية، وهي سلاح دمار شامل يعطل الأجهزة الإلكترونية. ورغم أنها قنابل غير قاتلة للأفراد، فإنها تصنع موجات كهرومغناطيسية قادرة على شل محطات الكهرباء والإلكترونيات. السيناريو الثاني ينحصر في الرد بنفس الطريقة عبر تنفيذ هجمات صاروخية تصل إلى طهران، لكن لا تؤدي إلى خسائر كبيرة. السيناريو الثالث أن تشن إسرائيل هجمات سبرانية على منشآت إيرانية قد تكون نووية مثل ما فعلت سابقاً. أما السيناريو الرابع والذي تبرع فيه إسرائيل دوماً، فهي عمليات الاغتيال والتصفية لقادة أو مسؤولين إيرانيين. لكن يبقى السيناريو الأكثر جنوناً، وهو أن يدير نتنياهو ظهره للعالم وينفذ هجوماً واسعاً وقوياً ضد إيران يؤدي إلى إشعال المنطقة. فهل يستمع نتنياهو إلى تعليمات ولي أمره الأمريكي ويكتفي بالرد في حيز المناوشات، أم يعاند الجميع ويختار طريق الحرب المفتوحة؟